السلام عليكم. اليوم محاضرتنا هي البارامتريك إكويجن أوف لاين. الخط في الـ 3 dimension or in space يتحدد بمعرفة يا أما نقطة على هذا الخط اللي هي B not X not Y not Z not بمعرفة نقطة على الخط ومعرفة اتجاه الخط. ناخذ هذا الرسم البسيط، رسم ثاني حتى ما نضيع الوقت بالرسم. على البلين اكس واي زد عندنا خط، هذا الخط اللي يكون L خط. عندنا الار نو ار نوت، هذه ار نوت نسميه بوزيشن فيكتور، يلتقي بالخط L بنقطة B نوت. عندنا متجه آخر، هذا المتجه اللي هو باللون الأحمر اسمه A على امتداد الخط. فناتج جمع الـ R نوت، المتجه R نوت مع المتجه A راح ينطينا متجه اسمه R. ناتج الجمع مال R نوت والـ A ينطينا متجه اسمه R، فالـ R يساوي R نوت زائد A. أيضا ليكن عندنا متجه آخر على في البلين موازي للمتجه A، هو نسميه متجه V. فال A يساوي المتجه A يساوي N scalar quantity مضروبة في ال V، يساوي إن قيمة scalar مضروبة في المتجه V، يعني ال A يساوي، ولتكن هذه القيمة هي T، ال A يساوي T في ال V. فتصبح عندنا معادلة ال R، هذه هو كله نفس يعني الحكي على الرسم، R يساوي R نوت زائد A. قلنا احنا عندنا متجه V موازي للمتجه A، فممكن نعوض عنه A تساوي V في ال T، فال R يساوي R نوت زائد V في ال T. هذه هي vector equation of line، هذه vector equation of line. ال R نوت زائد الاي عوضناها تي في الفي، تي هي سكالار كوانتيتي والفي هو المتجه. if the vector v that gives the direction of the line is written in components، يعني بصيغة الفكتر v a b c، يعني a i زائد b j زائد c k، then we have t v، T مضروبة في الكومبوننت A B C، ف T V يساوي T A زائد T B زائد T C. We can also write R هو component of X Y Z and R not X not Y not Z not. So vector equation become X Y Z. Component of x y z يساوي إن component x not زائد t a، هذه زائد y not زائد t b z not زائد t c، أو x not t a كلها معامل ال i، y not زائد t b معامل ال j، و z not زائد t c معامل ال k. And we have the following three scalar equation، راح نتحصل من هذه المعادلة الفكتر على ثلاثة scalar equation أو ثلاث كميات غير متجهة. ال x تساوي إن x not زائد t a أو a c، ال y يساوي y not زائد t b، وال z يساوي z not زائد t c. هذه المعادلات نسميها البارامتريك equation of the line، هذه هي المعادلات الثلاثة نسميها البارامتريك equation of the line through the point اللي هو يمر بالنقطة B not اللي هي إحداثيات X not Y not Z not، وموازي للفكتر V اللي معادلة AI زائد BJ زائد C K. Each value of the parameter T gives a point X Y Z on the line، أي نقطة يعني عندما تكون T أي قيمة، قيمتها لتكون أي قيمة أي رقم، فهي راح تعطينا نقطة على الخط L. هسه عندنا هنا مثال
find the parametric equation of the line through the point. هذه منطينا point اللي هي يعني بالسابق بالشرح تمثل لنا البي نوت. And parallel to the vector v dash يساوي 2i زائد 4j ناقص 2 k. نعم مطيني بي نوت ومطيني الفكتر الموازي للفكتر اي حسب ما شرحنا قبل شوية. فالبي نوت هي سالب 2 بصفر 4 يعني x نوت سالب 2 y نوت صفر و z نوت 4. الفكتر هو 2i زائد 4j ناقص 2 k راح تمثل لنا الاثنين هي الA والأربعة الB والسالب 2 هي C. فالبارامتريك إكويجن هي عندنا الX تساوي X نوت زائد AT Y نوت زائد الY تساوي Y نوت زائد BT والZ تساوي Z نوت زائد CT. فهسا نعوض مكان الX نوت سالب 2 زائد مكان الـ A 2 T. الـ Y تساوي Y نوت زائد BT. الـ Y نوت عندنا هي صفر والـ P عندنا هي 4 فصفر زائد 4 T. والـ Z Z نوت زائد CT. الـ Z نوت عندنا 4 والـ C عندنا سالب 2 فالـ Z تساوي 4 ناقص 2 T. هذه هي الـ parametric equation of line. هنا عندنا مثال آخر find a vector equation and parametric equation for the line that passes through the point. منطينا point اللي هي تمثل لنا ال b نوت x نوت y نوت z نوت and parallel to the vector منطينا ال v اللي هو a i زائد b j ناقص c k and then find two other points on the line. هسه بهذا السؤال رايد من عندي ثلاث مطالب اللي هي أول شيء رايد نعدي vector equation. هذا المطلب الأول vector equation. بعدين رايد نعدي parametric equation. هذا المطلب الثاني parametric equation. ورايد نعدي بعد then find two other points on the line. بعد رايد نعدي نقطتين على الخط. هسه نجي اول مطلب اللي هو الفكتر اكويجن. فاحنا عندنا من شرحنا قبل شوية قلنا الفكتر اكويجن r تساوي لنا r نوت زائد v في ال t. هذه هي خليتها هنا على جهة هيك r تساوي لنا r نوت زائد v في ال t. فال r نوت راح تمثل لنا x نوت i زائد y نوت j زائد z نوت k. نجي نعوضها بالمعادلة. طبعا ال v هي at عفوا ال v هي a i زائد ال b j زائد c k. هذه فنجي نعوض r يساوي x نوت زائد at اللي هو قلنا معامل ال i زائد y نوت زائد bt هو معامل j زائد z نوت ناقص لأنه هنا المفروض أكتبها زائد هذه لأن يعني أنا بعد ما معوضة زائد ct في الk. فهسا نجي نعوض الأرقام. ال x نوت هي 5 هذه ال x نوت وال i مع ال a تساوي لنا 1 فخمسة زائد t i زائد 1 اللي هو y نوت 1 زائد b t b هنا 4 فواحد زائد 4 t في j زائد z نوت اللي هي 3 زائد c t c هي هنا سالب 2 فصايرة 3 ناقص 2 تي في الكي. هذه هي معادلة الفكتر أو الفكتر إكويجن. ممكن هسا بعد ما عرفنا الفكتر إكويجن من عدها نطلع الإكس والواي. الإكس اللي هي 5 زائد تي والواي هي 1 زائد 4
تي، والزد هي 3 ناقص 2 تي. أو ممكن إذا ما رايد من عندي هو المعادلة، ممكن نجي نحل شلون حلينا بالطريقة السابقة. فالإكس هي إكس نوت زائد أي تي، والواي هي واي نوت زائد بي تي، والزد هي زد نوت زائد السي تي. نعوض مكان الإكس نوت واي نوت زد نوت ومكان الأي والبي والسي، فراح نحل السؤال. هسه بعد عندنا رايد المطلب الثالث اللي هو find two other point on the line. فاحنا قلنا عندما ناخذ التي المتغير تي ارقام، اي رقم هو راح يمثل لنا نقطة على الخط، فان ناخذ ارقام للتي حتى نطلع نقاط جديدة على الخط. فلنفترض انه تي مرة تساوي 1 ومرة تساوي سالب 1، نجي نعوض نطلع قيم الاكس والواي زد. فعندما التي تساوي 1 الاكس يساوي 5 زائد تي، فخمسة زائد 1 6، اذا سالب 1 5 ناقص 1 4، الواي 1 زائد 4 تي، فواحد زائد 4 في 1 طالع 5 اذا كان التي 1، واذا كان سالب 1 طالع سالب 3. الزد 3 ناقص 2 تي، فالزد تساوي 3 ناقص 2 1، أو 3 ناقص 2 في سالب 1 فطالعة 3 زائد تصير 2 فتساوي 5. فالنقطتين اللي على الخط هي 6 × 5 × 1 إذا أخذنا تي 1، أو 4 × سالب 3 × 5 إذا أخذنا تي سالب 1. هنا ملاحظة انه الفكتور اكويجن والبارامتريك اكويجن غير متماثلة، يعني كل وحدة لها علاقتها وحدها. وهنا ايضا اي تغير هنا، if we change the point or parameter t or choose a different parallel vector then the equation change. هنا عندنا انه اذا اخذنا للقيم مختلفة للبارامتر تي للتي، او اخذنا فيكتور جديد، فالمعادلة اكيد راح تتغير. هذه هي البارامتريك اكويجن. السيمتريك اكويجن، شنو السيمتريك اكويجن؟ طريقة اخرى لشرح اللاين بالفيكتور، وهو انه نتخلص من البارامتر تي من المعادلات هذه بالتعويض عن قيمة التي بما يساويها، يعني نحل المعادلة بالنسبة للتي. فإحنا عندنا بالبارامتريك إكويجن عندنا إكس تساوي إكس نوت زائد أي تي، واي يساوي واي نوت زائد بي تي، وزت يساوي زت نوت زائد سي تي. فبمكان هذه نقول تي تساوي إكس ناقص إكس نوت على أي، نحلها معادلة بالنسبة للتي، والتي يساوي واي ناقص واي نوت على بي، وأيضا تي يساوي زت ناقص زت نوت على سي. طبعا هذه كل المعادلات تساوي تي، فلهذا انه اكس ناقص اكس نوت على اي تساوي واي ناقص واي نوت على بي، وتساوي زت ناقص زت نوت على سي. هذه هي السيمتريك اكويجن. مثال find parametric equation and symmetric equation. هذه رايد من عندي البارامتريك اكويجن والسيمتريك اكويجن of the line that pass through the points A و B. منطيني نقطتين، and at what point does this line intersect the xy plane. هنا لا ما منطيني الفكتور، احنا بالعادة كنا ناخذ النقطة اللي هي B نوت وينطيني معادلة فيكتور. هنا ما منطيني معادلة فيكتور، لكن منطيني نقطتين، وأني بما أنه عندي نقطتين أقدر أطلع معادلة الفيكتور. فليكن هنا عندنا الفيكتور أي بي هو يساوي لنا الفيكتور بي، فنطلع معادلة الفيكتور اللي هي إكس 2 ناقص إكس 1 أي زائد واي 2 ناقص واي 1 جي زائد زد 2 ناقص زد 1 كي. نجي 3 ناقص 2 i زائد سالب 1 ناقص 4 j زائد 1 ناقص سالب 3 k.
طلعنا معادلة للفكتر اللي هي i ناقص 5j زائد 4k. هذه معادلة الفكتر اللي تماثل لنا ai زائد bj زائد ck. إذن ال a هنا 1 وال b سالب 5 وال c 4. ناخذ النقطة b نوت، النقطة الأولى 2 و4 سالب 3، فهسه صار عندنا b نوت وصار عندنا معادلة للفكتر. فالبارامتريك equation x تساوي x نوت زائد a في ال t، فال x نوت هي 2 وال a هنا 1 في 2 زائد t. ال y تساوي y نوت زائد b في ال t، فال y نوت عندنا 4 وال b سالب 5 ف4 ناقص 5 t. وال z تساوي z نوت زائد c في ال t، z نوت سالب 3 زائد c 4 سالب 3 زائد 4 t. هذه طلعنا البارامتريك equation. السيمتريك equation قلنا هي x ناقص x نوت على a تساوي y ناقص y نوت على b وتساوي z ناقص z نوت على c. فنجي نعوض بمكان الـ x نوت 2 وبمكان الـ a 1، فـ x ناقص 2 على 1 تساوي y ناقص 4 على سالب 5 وz زائد 3 هنا لأن هي سالب تصير زائد 3 على 4. هنا رايد من عندي بعد الانترسكت أو نقاط التقاطع the x y plane with the x y plane. إذا ماكو تقاطع ويا z، فقيمة z هنا راح تكون صفر. هذه الـ z تكون صفر، فالمعادلة راح تكون بهالشكل هذا: x ناقص 2 على 1 تساوي y ناقص 4 على سالب 5 وتساوي هنا بما أنه الـ z 0 ف3 على 4. نجي نحل المعادلة بالنسبة لكل متغير، فنطلع قيمة الـ x هي 11 على 4 ونطلع قيمة الـ y هي 1 على 4. فنقاط التقاطع ويا الـ x y plane هي 11 على 4، 1 على 4، 0، 0. شكرا جزيلا.